السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد فلو بالفواكه ان شاء الله غتحتاجوه في سحور رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطولة العمر لينا وجميع المسلمين يا رب. اللي غنحتاجوا فيه 3 من هاد الفلو، وكله على حسب يعني الكميه اللي بغاتيها وعلى حسب يعني افراد العائله اللي كاينه. انا درت 3 من هاد الفلون، ودرت اترون الحليب. نبداو على بركه الله. بسم الله. فلون الثالث، ما قدنيش الغرفة، الغرفة راه في إطرة. من بعد ما مزجنا دوك 3 ديال الساشي ديال الفلون، غنزيدو دابا ونصفط حيت دابا غنزيدو اطرق الحليب. وغنديروه فوق البوطه، حنا كنحركو، نخليوه فوق البوطه وحنا كنحركو باش ما داك الخليط ما يتكورش لينا. وان شاء الله غندوزو نوريكم الفواكه كيفاش غنديرو ليهم. نديرو فيه هذا الفريز، انا ما مقرتش داكشي اللي كان عندي في الثلاجة. هنا جوج تفاحات، هنا 4 الكيويات، هنا 3 البنانات. وملي كنقشروهم نقردوهم كنعصرو عليهم شويه الحامض باش يبقاو في اللون ديالهم. وكنبداو على بركة الله، نشتو في المول على هاد الطريقة. نتوما على حسب الكونتيتي اللي عندكم، ماشي شرط انكم ديروا هذا القدر اللي درت انايا، وعلى حسب العدد اللي عندكم في عائلتكم اللي خليها لكم. كنشدو البسكويت اللي عندكم في الدار، كنشدوه كنقرطوه على هذا الشكل، هذا قرمشة.
كنجيبوا الفلوس ديالنا بعد ما يعني فات فوق البوطه، كنبدا نقلبوه على هذا الشكل هذا بشويه. بسم الله. المهم تيغطي داك الخليط، سمحوا لي انا شفتو من بعد ما غطى لي الخليط ديالي، غنغطيه بالبابي سيلوفان وغنبيتو ليله كامله في الثلاجه، وما غاديش نضيع داك الشيء اللي شاط ليا. هادشي اللي شاط ليا ما غاديش نضيعه، جبت مول اخر وزوقته بالبسكوي بلا ما نقردو، وغادي ندير فيه كيوي هو الاول. غادي ندير فيه التفاح، وغادي ندير فيه الفريز، كيش محسن اللي يدين نكتب عليك الكتاب نقول لك للعاشق ولا وغادي ندير فيه اللبن اللي بقى عندي، نقدم باش ما يخرجش من الجنب، وغنكب الخليط ديالنا على هاد الشي كامل. بسم الله. واخا يطلع لكم ماشي مشكل، من بعد ما فرغناه في الاطار ديالنا نحاول نغطيه بورقه. باش ما يشمش لينا الريحه ديال الثلاجه، ها هو بعد ما غطينا بالسلوفان ونحطوه في نديرو في الثلاجه ليله كامله، ونرجع باش نوريكم الاخر حتى هو كيفاش وها هو بعد ما حتى هو غطينا بالبابي سيلوفان حتى هو بدا بات ليله كامله في الثلاجه، وان شاء الله منين يكملوا نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وهو بعد ما خرجناه بيتنا ليله كامله في الثلاجه، ها هو بعد ما خرجناه من الثلاجه بقى معاك تشوفوا الشكل النهائي. ها هو بعد ما قلبناه شوفوا كي جا وكيجي ساهل، يعني داكشي اللي كيشات لكم في الديسير في الدار كتسوقوا بهاد الكريم كراميل. كل واحد على قدر المستطاع ديالو، ديروا اللوز ايفيلي من الفوق، اللوز ايفيلي راه محمر كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفلو ديالنا بالفروي، كنتمناكم تجربوه راه كيجي ولا اروع، كيجي لذيذ بزاف متناول الجميع.
هو بعد ما قطعناه عاد جبدتو نصور دغيا ترخف. ها هو الشكل النهائي ديالو، يعني مع دخول رمضان ان شاء الله بالسلامه غتحتاجوه في السحور. برد عليكم العطش، كنتمنى لكم تدعموني، ما تنسونيش ملي لايك وابوني بارطاج، ويا ربي نكون خفيفه على قلبكم.